السلام عليكم. احنا متواجدين الان بمؤسسه الفردوس الخصوصيه بمدينه جرسيف، كنحتفلوا بالسنه الامازيغيه، وحنا كنمثلوا جمعيه ازماي دزدوان، وكنلبسوا الحلي في هذا اليوم المبارك، كنلبسوا الحلي وكنديروا الاكل الامازيغي وكنديروا الانشطه الثقافيه امازيغيه كتمثل بنوارين ديال جرسيف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احنا الان كنتواجدوا في واحد الفضاء تربوي اللي في الحقيقة فاجأنا ورفع من شأن وقضية طالما ننادي بها، وهي الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة أو ما يسمى بإخفن ناير أو أسبقاس أو إشو سبقاس. بهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أشكر الطاقم التربوي الذي سهر على هذه المبادرة وهذه الاحتفائية بهذا اليوم الذي يؤرخ لأزيد من 9 قرون ونصف قبل الميلاد. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تجدر الثقافة الأمازيغية منذ الأسرة 21 في مصر. والدليل على ذلك هو أن مصر أصلها كلمة أمازيغية تعني مزرعة صاحبة الصخور، وذلك هذا الاسم راجع إلى مفاجأة الأمازيغ لأول مرة في عهد رمسيس الثالث عند زيارته من مصر، شاهدوا تلك البنايات وتلك الصروخ المبنية بأحجار كبيرة فتعجبوا، اسموها مزرعة أي صاحبة الصخور العظيمة. وهذا الاحتفال هو احتفال في الأصل وله ارتباط بالأرض والزراعة، وذلك يرجع إلى الهجرة الأولى من ضفاف النيل، وخصوصا في واحة سيوة التي كانت معروفة آنذاك بالفلاحة والزراعة. وبهذه المناسبة أجدد شكري للمؤسسة وأحيي كل من ساهم من بعيد ومن قريب لإنجاح هذا الاحتفال الذي يؤسس لثقافة متجدرة في التاريخ. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، معكم الأستاذ خالد الناظوري إداري بمؤسسة الفردوس. نجسد هذا الحفل تخليدا للذكرى احتفالا بالسنة الأمازيغية، لذا ارتأينا أن نجسد هذا الحفل في مؤسسة الفردوس. مؤسسة الفردوس دائما ما تحتفل بالسنوات سواء الدينية أو الوطنية، وهذا اليوم ها نحن في هذا الرحب الشاسع في ساحة الفردوس نحتفل مع تلاميذتنا ومع جمعية أزمايتي توطين بهذه السنة. لقد شاهدتم تفاصيلها كاملة، نتمنى أن يروق هذا الحفل جميع الحاضرين من تلاميذ وأطر تربوية وإدارية. نجدد الشكر جميعا للحضور الكريم وكذلك لكم الصحافة الإلكترونية، وشكرا. شي رسالة لك للمتتبعين على حول الاحتفالات بالسنة الأمازيغية؟ كنتمنى أن المسؤولين بهذ الاحتفالات يحاولوا يزيدوا باش يحتفلوا بزاف بهذ السنة الأمازيغية، حتى هي تكون حفل وطني عندنا في هذا البلد. أنا ياسمين فلالة، وهذا النهار كنحتفلوا بالعيد الأمازيغ، وكنشكر كلشي الإدارة وطاطا كريمة وطاطا عائشة وكلشي الأساتذة. السلام، أنا سميتي يزن التاقي، كنقرا في مدرسة الفردوس، كنفتخر بأنني كنقرا فيها حيت كديرنا بزاف ديال النشاطات في السنة، وشكرا. سلام، سميتي لينا زكري، كان هذا الحفل رائع، تنشكر اللي كاع تكلفوا بهذا الحفل واللي نظموا لنا هذا الشيء. السلام عليكم، انا خالد بن عمر من مؤسسه الفردوس.
انا فرحان بزاف على حد وكنشكر كاع الاطر التربويه والعاملين بهذه المؤسسه وشكرا. السلام عليكم، اسمي انس شابون واشكر هذه المدرسه على هذا الاحتفال الرائع واشكر كل الاساتذه والاستاذات والمديره عائشه واشكر كل من يعمل في هذه المؤسسه. سميتي رودينا هاشمي، كنقرا في مدرسة الفردوس الخصوصية. اليوم احنا محتفلين بعيد الامازيغ وانا جد سعيدة بهذا العيد الامازيغ. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.